في السياق ذاته لا تزال السحب السود تخيم فوق سماء مدينة القيارة المستعادة من تنظيم داعش قبل أكثر من شهر، ويشتكي مواطنون من تواصل الحرائق في آبار النفط والأمراض التي يخلفها، منتقدين عدم وجود أي تحرك جدي من قبل الحكومتين المحلية والمركزية. نحن نعاني من الآبار اللي ماكو جهد حقيقي لإطفاء هذا الآبار وإخماد الحرائق والقضاء على الدخان المتصاعد منها اللي يؤثر على صحة المواطنين، كبار السن، الأطفال، النساء، إضافة يعني تلويث البيئة، انقطاع الماء المستمر، انقطاع الكهرباء المستمر بالناحية، خدمات ضعيفة. الدخان دمرنا، أكل ما نقدر ناكل، والله حتى الجهال ما لنا نفس ناكل وياه. بالنهار انقسم لهم نوبتين، ثلاث نوبات فرشنا دمار، أكلنا دمار، يعني حتى المي يعني نوم ما نقدر ننام. والله الجهال اللي الكل خطية تبوس ما تقدر تنام، وما نعرف ليلنا من نهارنا، ما نعرف ليلنا من النهار.